اللهم صل وسلم على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين، نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة عيننا محمد بن عبد الله، عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، أفضل الصلاة وأتم التسليم. أحمد الله تعالى والإخوة والأخوات أن يسر لنا الاجتماع في بيت من بيوت الله، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا في هذا المجلس المبارك وفي هذا المسجد المبارك ممن تحفهم الملائكة وتغشاهم الرحمة ويذكرهم الله تعالى في من عنده، وأسأل الله تعالى أن يجعل جائزتنا عند تفرقنا أن يقال لنا جميعا قوموا مغفورا لكم، وما ذلك على الله تعالى بعزيز. وأسأل الله تعالى أيضا أن يجزيكم خير الجزاء على هذا الاجتماع، وأن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وأن يقضي به ربنا، أن يجعله الله تعالى طاعة نتقرب بها إليه فيقضي لنا حاجاتنا وييسر لنا أمورنا ويقر أعيننا بذرياتنا ويصلح لنا شأننا كله يا رب العالمين. كان عثمان رضي الله تعالى عنه جالسا في يوم من الأيام على أكم من آكام المدينة، يعني على مرتفع بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمر به عمر وقال السلام عليكم، فلم يرد عليه عثمان، جعل ينظر إليه حتى جاوزه عمر ولم يرد عليه، فذهب عمر إلى أبي بكر رضي الله تعالى عنه، وأبو بكر هو خليفة المسلمين في ذلك الوقت. أقبل إلى أبي بكر قال يا أبا بكر إني قد مررت بعثمان فسلمت عليه ولم يرد علي السلام. وكان عمر رضي الله تعالى عنه غضبان وزعلان، كيف ما يرد عليه السلام؟ كيف يلحظني ببصره وينظر إلي ما يقول لي عليكم السلام؟ فأرسل أبو بكر إلى عثمان، وكل هؤلاء من رؤوس الصحابة رضي الله عنهم، يعني هؤلاء ليسوا صحابة عاديين. لما تقول أبو بكر، عثمان، علي، طلحة، الزبير، أنت تتكلم عن خيار الصحابة وكبارهم. فأرسل أبو بكر إلى عثمان ليجيء إليه، فجاء إليه عثمان فقال له أبو بكر يا عثمان سلم عليك أخوك فلم ترد عليه السلام. أبو بكر أراد أن يزيل ما في القلوب قبل أن يتطور، قبل لا يبدأ مثلا عمر يفسرها بتفسيرات، ربما دخل الشيطان وفسر بتفسيرات. من ذلك مثلا أن حفصة رضي الله عنها قبل سنين في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، قبل أن يتزوجها رسول الله عليه الصلاة والسلام، توفي زوجها، فأقبل عمر إلى عثمان وقال يا عثمان إن حفصة قد تأيمت، يعني صارت أرملة، فإن شئت زوجتك حفصة. فقال سأنظر في شأني، يعني بشوف وضعي. ثم جاء إلى عمر وقال لا حاجة لي في الزواج، أنا ما لي نية أتزوج، عنده زوجة ربما أو اثنتان، لا حاجة لي في الزواج. وغير ذلك من المواقف التي تقع بين الناس بشكل عادي. فربما أن الشيطان في مثل هذا الموطن ينفخ في صدر عمر ويقول يا عمر أصلا عثمان يحقد عليك من زمان، من ذلك الوقت قبل 10 سنين لما أبى أن يتزوج حفصة، وأصلا ما يحبك من زمان. يبدأ الشيطان يفسرها بتفسيرات. فعمر جاء إلى أبي بكر قال يا أبا بكر إني قد سلمت على عثمان فلم يرد علي السلام. فأرسل أبو بكر إلى عثمان أن تعال، فجاء إليه عثمان. فلما جاء عثمان قال له أبو بكر يا عثمان سلم عليك أخوك ولم ترد عليه السلام، يعني ما الخبر؟ فقال عثمان والله ما سلم علي. قال عمر بلى سلمت عليك. قال ما رأيتك ما سلمت علي. قال بلى، ألم تكن جالسا على أطم كذا وكذا؟ ما كنت جالس في الموضع الفلاني؟ قال بلى. قال مررت بك وسلمت عليك وجعلت تلحظني ببصرك حتى ذهبت،
فقال عثمان: والله ما شعرت بك ولا دريت عنك، قد أشغلني شيء في عقلي عما حولي، أنا منشغل بالي بشيء ولم ألتفت إلى من حولي، ما انتبهت أنك تمر أنت أو غيرك. فقال له أبو بكر: وما الذي أشغلك؟ قال: أشغلني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي، وفاتني أن أسأله وأقول: يا رسول الله، من نجات؟ ما هو الشيء الذي ينجينا، يعني وينجينا من عذاب الله ويدخلنا جنته، من نجات؟ فقال عثمان، فقال أبو بكر: الله هذا الذي أشغلك؟ قال: إي والله أشغلني، فلا أدري من مر بي، كل من مر بي والله ما أدري عنه. فقال له أبو بكر: أما أنا فقد سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت: يا رسول الله، من نجات؟ قال: من قبل مني الكلمة التي عرضتها على عمي فهي له نجات، يعني النجات يوم القيامة بلا إله إلا الله. وقوع المشاكل والخصومات بين الناس أمر عادي، وقد يقع الخلاف بسبب لا تلتفت إليه، يعني ربما لو أن أبا بكر ما حل المشكلة بسرعة بين عمر وبين عثمان، ربما طال هذا ونفخ فيه الشيطان. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يحرص دائما على الإصلاح بين الناس بأقصى سرعة، وكان يقول صلوات ربي وسلامه عليه مبينا ذلك ومحرصا عليه ومؤكدا على أهميته: ألا أدلكم على ما هو خير من درجة الصلاة والصيام والصدقة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة، لا أقول تحلق الرأس ولكن تحلق الدين. جعل النبي عليه الصلاة والسلام الإصلاح بين الناس لما جارين يختلفان تأتي تصلح بينهما، مؤذن وإمام يختلفان تأتي تصلح بينهما، زوج وزوجته، ابن وبينه وبين أبيه، مدرس وزميله، زملاء في عمل. يقول الله تعالى: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. وكم من إنسان تقاطع مع آخر بسبب كلمة خرجت منه، ولا كانوا يحتاجون لحل المشكلة إلا إلى شخص فاضل مثلكم يأتي ويجمع هذا ويجمع هذا ويقضي على مشكلة ربما صار لها 4 سنوات و5 سنوات 6 سنوات، وربما بنيت هذه المشكلة على ظنون وعلى أكاذيب، نقل إليه أن فلانا قال وهو ما قال، ظن أن فلانا ما دعاه إلى وليمته بسبب كذا وكذا وهو والله ما درى عنه ناسيه. كم من أشخاص غاضبوا أشخاصا لأنهم ما دعوهم إلى زواجهم، وهذا واقع. ثم إذا كلمت المتزوج قال: والله يا أخي نسيت، والزواج جاء مفاجأة، والله نسيت أن أدعوه إلى هذا. ولذا وهذاك يظن أنه ما دعاني لأنه يكرهني ولا لا يريد أن أحضر في زواجه وما شابه ذلك. والشيطان ينزغ بين الناس في هذا. إذا كان الشيطان يا جماعة ينغز ويوسوس في صحابة، فما بالك بغيرهم. أقبل يوما وفد عبد قيس إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك في عام الذي سمي بعام الوفود، وفد بني تميم. فلما أقبل وفد بني تميم، النبي عليه الصلاة والسلام عادة إذا جاء إليه وفد إذا أسلموا يؤمر عليهم أميرا، ولذلك مرة جاء إليه وفد من الوفود فقال لهم: من سيدكم؟ قالوا: سيدنا فلان، على أننا نبخله، هو سيدنا رجل شجاع ومتحدث وجيد وذكي لكنه بخيل يا رسول الله. قالوا: سيدنا فلان على أننا نبخله. فقال عليه الصلاة والسلام: وأي داء أدوأ من البخل؟ ما يصلح سيد هذا البخيل، ما يصلح سيد، تطرق عليه الباب تحل مشكلة ما يقولك تفضل، تمر معه في طريق ما يطعمك ما يسقيك، إيش البخل؟ ما يصلح سيد هذا. قال: وأي داء أدوأ من البخل؟ بل سيدكم الأبيض الجعد فلان، غير رئيسهم
على قبيلتهم بسبب هذا الخلق. فكان عليه الصلاة والسلام كل من جاءه يحرص على أن يجعل عليهم أميراً، يصلي بهم، يصلح شؤونهم، يصلح بينهم. فجاء إليه وفد بني تميم فأراد أن يؤمر عليهم أميراً. وكان النبي عليه الصلاة والسلام كما تعلمون أيها الأفاضل عنده وزيران يرافقانه دائماً، وهما المستشاران اللي هم من؟ أبو بكر وعمر، رفقاه في حياته وبعد مماته صلى الله عليه وسلم. فسألهما قالها ما رأيكم؟ فقال أبو بكر يا رسول الله أمر عليهم القعقاع ابن معبد، القعقاع ابن معبد يصلح أمير. فقال عمر لا يا رسول الله، بل أمر عليهم الأقرع بن حابس. فالتفت أبو بكر إلى عمر قال ما أردت إلا خلافي، يعني أنت مقتنع باللي أنا اقترحته القعقاع لكنك تبغى تخالفني، شوف الشيطان كيف يعمل. قال ما أردت إلا خلافي. قال عمر والله ما أردت خلافك، يعني كأن عمر يقول اختيارك يا أبا بكر أنا أرى أنه غير مناسب، وبالتالي أنا اقترحت اسما آخر. قال ما أردت إلا خلافي. قال ما أردت خلافك. وجعل يتناقشان، شوف الشيطان كيف ينزغ بينهم، إن الشيطان ينزغ بينهم. وجعل الشيطان يتحرك هنا ويتحرك هنا حتى أنزل الله تعالى الآيات يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. يقول أبو مليكة والله كاد الخيران أن يهلكا، أبو بكر وعمر. يقول أبو بكر فبعدما نزلت الآيات والله ما صرت أكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا كأخي السرار، إلا كأني أقول السر. لما الله تعالى قال لا ترفع صوتكم فوق صوت، لا ترفع صوتك عند النبي صلى الله عليه وسلم، صرت كأني أتكلم معه بسر إذا تحدثت معه. في معركة بدر هي أول لقاء بين المشركين وبين المؤمنين، وخرج الصحابة إلى المعركة لا لأجل القتال، خرجوا لأجل عير، هي 1000 بعير فيها قريب من 40 حارسا جاءت من الشام قافلة متوجهة إلى مكة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام اخرجوا لعل الله أن ينفلكموها. النفل يختلف عن الغنيمة. النفل هو الشيء الذي يكون من غير قتال، أما الغنيمة فهي التي تأتي بعد القتال. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول هؤلاء 40 حارسا يعني هؤلاء لن يقاتلوا. المهم أن الصحابة خرجوا، فلما خرج الصحابة مع النبي عليه الصلاة والسلام والتقوا أقبلت قريش كما هو معلوم، خرجت من مكة وأقبلت، وصار اللقاء في معركة بدر، وانتصر المسلمون على قريش في وقت يسير. فناس من الصحابة لما بدأت قريش تولي الأدبار يهربون من المعركة صاروا يلحقونهم حتى يبعدوهم عن مكان المعركة، وآخرون بدأوا يجمعون الغنائم. تعرف الذي يأتي يقاتل يكون معه ربما مال، معه سلاح، معه سلاحين مثلا، معه درع، عليه مثلا خوذة، فأثناء الهرب حتى يتخفف يرمي هذه الأشياء، فهذه غنائم. فجعل الصحابة فريق منهم يتبعون أولئك وفريق آخر يجمعون الغنائم، ثم رجع أولئك إلى هؤلاء وقالوا احنا معكم في الغنائم جزاك الله خير، لأننا قاتلنا، احنا اللي دفعناهم عنكم. قالوا لا احنا اللي جمعنا. ووقع الخلاف بينهم. فلما وقع الخلاف بين هؤلاء وهؤلاء، أبعد المروحة عني، فلما وقع الخلاف بين هؤلاء وهؤلاء أنزل الله تعالى الآيات يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول، ثم قال فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. أهم شيء صلاح قلوبكم واجتماع كلمتكم، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله. ولذلك وقوع الخلاف أمر عادي، لكن القضية التي نتكلم عنها الآن
كيف تحل الخلاف بين الناس؟ ما هي أخلاق الإنسان الذي يمكن أن يعني يحل الخلاف بين الناس؟ ما هي أنواع الخلاف التي تقع؟ إذا أردت أن يقبل منك الحل ماذا تفعل؟ الأعمش رضي الله تعالى عنه رحمه الله لما كبر وكان من العلماء وقع بينه وبين امرأته خلاف، فنادى واحد من أصحابه ليصلح بينه، فجاء صاحبه ودخل عليه وعلى زوجته وامرأة الأعمش يعني بحجابها، فجاء هذا بيصلح بينهم، فقال لامرأة الأعمش قال يا فلانة إن الأعمش رجل صالح فلا يزهدنك فيه، يعني لا تزهدي فيه، لا يزهدنك فيه عمش عينيه. العمش هو النظر الضعيف جدا اللي ما يشوف إلا في النهار وشيء يسير في الليل ما يشوف. قال فلا يزهدنك فيه عمش عينيه ولا دقة ساقيه ولا ضعف ركبتيه ولا احتداب ظهره ولا كثرة نسيانه ولا نتن ريحه ولا قلة ماله، وبدأ يعدد والأعمش ينتظر صفة حلوة ترغب المرأة فيه، ما جاب هذا ولا صفة. يقول فرفع الأعمش إزاره وضربه قال اخرج، فوالله قد جئنا بك مصلحا لا مقيما، أنا ماني بعبد بتبيعني جاي تقيمني، لقد أطلعتها على عيوب هي ما انتبهت إليها، هي عجوز مثلي، ما أنت نبهتها على عيوب هي ما انتبهت إليها، لقد أطلعتها على عيوب هي ما انتبهت إليها. فبعض الناس يأتي لأجل يصلح ويزيد الطين بلة. أعظم من يصلح بين المتخاصمين هو الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. في حديث عظيم بكى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحدث به أصحابه، يقول أنس رضي الله عنه بينما نحن جلوس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ ضحك النبي عليه الصلاة والسلام ثم قال له عمر يا رسول الله ما أضحكك بأبي أنت وأمي؟ فقال رجلان من أمتي جثيا بين يدي رب العزة تبارك وتعالى، فقال أحدهما يا رب خذ مظلمتي من أخي، فقال الله تعالى للظالم أعطي أخاك مظلمته، قال يا رب لم يبق من حسناتي شيء. يبدو أن هذا الظالم عليه قضايا كثيرة للناس، ويوم القيامة لا دينار ولا درهم بالحسنات والسيئات، فهو قد شتم هذا وضرب هذا وأكل مال هذا واغتاب هذا واتهم هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، ثم فنيت حسناته، فيقول الله تعالى أعطه من حسناتك حتى يرضى، قال يا ربي ما بقي من حسناتي شيء، فيقول الآخر المظلوم يا ربي فليأخذ من أوزاري، يا ربي عطه من أوزاري. عندها دمعت عين النبي عليه الصلاة والسلام، قال إن ذلك ليوم عظيم يوم يحتاج الناس إلى من يتحمل عنهم من أوزارهم. الآن يصلح الله تعالى بينهما، يصلح بين المتخاصمين، يقول الله تعالى للمظلوم اللي يقول أنا أريد حقي يا ربي فليأخذ من أوزاري حتى يعني أرضى، أنا لي حق عليه ما أعطاني إياه، فنيت أموال الدنيا وذهبت، لكن يا ربي أنا لي حق عليه يعطيني حقي. فيقول الله تعالى للمظلوم ارفع بصرك، قال فيرفع بصره فينظر في الجنان فيرى مدائن، ما هو بقصر قصرين، مدينة، مدائن من فضة وقصورا من ذهب مكللة باللؤلؤ، فيعجب إذا رآها، قال يا ربي لأي نبي هذا؟ لأي صديق هذا؟ هذه أكيد نبي من الأنبياء، هذه أكيد لصديق من لأي شهيد هذا؟ فيقول الله تعالى هذا لمن أعطى ثمنه، قال يا ربي وما ثمنه؟ ومن يملك ثمنه؟ فيقول الله أنت تملكه، قال يا ربي كيف؟
قال: بعفوك عن أخيك. فيقول: يا ربي قد عفوت عنه، قد عفوت عنه. فيقول الله: خذ بيد أخيك فيدخلان الجنة. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، فإن الله تعالى يصلح بين المؤمنين يوم القيامة. هذه يا إخواني فضيلة عظيمة لمن يقوم بالإصلاح بين الناس، فضيلة عظيمة لمن يقوم بالإصلاح بين الناس. يقول الله تعالى: لا خير في كثير من نجواهم. الأسرار التي يسر بها الناس إلى بعضهم البعض، يقول الله تعالى: أكثرها ما فيها خير. تجد الواحد أحياناً إذا أراد يغتاب كلم فلان لوحدهما ليخبره عن كذا، أو ربما لو عنده خبر عن فلان وإن كان فيه نوع من الفضيحة كلم فلان نجوى. غالباً الكلام العيب والخبيث ما يكون يعني في الغالب في المجالس العامة، والإنسان يخجل من الناس وربما أنكروا عليه، فهو يتكلم بنجوى بينه وبين الآخرين، بينه وبين صاحبه، بينه وبين زوجته وهكذا. فيقول الله تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة. واحد يجي عند فلان الغني ويكلمه بينه وبينه يقول: ترى جارك فقير، أحسن إليه. أنا ما أريد أن يتكلم أمام الناس حتى ما يحرج الفقير، لكن أتكلم بينه وبينك، ترى يستحق الزكاة. إلا من أمر بصدقة أو معروف. يأتي ويطرق عليه الباب بينه وبينه ويقول: يا أخي أنت تغيب عن صلاة الجماعة، ما نراك في صلاة الجماعة. يا أخي أنت تقصر في تربية أولادك، أنت تعق والديك. إلا من، شوف هذا الكلام دائما يكون بالسر لأنه نصيحة. إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إيش؟ وهي أعظم من الأولى والثالثة أعظم مما قبلها. إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. يقول أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه وهو يتكلم عن فضل، ويروى عن أنس فضل الإصلاح، يقول: من أصلح بين اثنين جعل الله له بكل كلمة كعتق رقبة. من أصلح بين اثنين جعل الله له بكل كلمة كعتق رقبة. هذا ليس حديثا لكن من قول الصحابي. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام في رواه البخاري: كل يوم تطلع فيه الشمس، لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن على الإنسان على كل سلامة من الناس صدقة، يصبح على كل سلامة من الناس صدقة. الصحابة قال: يا رسول الله، السلامة هو المفصل، يعني الواحد يوميا لازم يتصدق ب360 صدقة؟ قال: يا رسول الله، أينا يستطيع ذلك؟ فعدد النبي عليه الصلاة والسلام عددا من الصدقات التي نستطيعها ما فيها فلوس. قال: أمرك بالمعروف صدقة، ونهيك عن المنكر صدقة، وحملك لمتاعك متاع صاحبك صدقة، وإفراغك من دلوك في إناء المستقي لما تستخرج دلو من البئر ويأتي واحد متأخر وتقول: يلا بقدمك على نفسي، هذا صدقة. تبسمك في وجه أخيك صدقة. وذكر منها قال: وكل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين لك صدقة، يعني تصلح بينهما بالعدل، تعدل بين اثنين لك صدقة. ويقول الله تعالى لما ذكر الوصية: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين، ثم قال: فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. يقول الله تعالى هنا إن الله هو الذي قسم الفرائض بين الناس. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن المواريث ما وكل الله تعالى تقسيمها إلى نبي ولا إلى ملك، وإنما قسمها الله بنفسه. وذكر الله تعالى: فلأمه الثمن، فلأمه السدس، فلكل واحد منهما السدس، قسمها تقسيما. فيجب على الميت إذا الإنسان الذي له مال إذا أراد أن يوصي أن لا يكون عنده جنف أو إثم. الجنف هو مجاوزة الحق، والإثم
حرمان بعض أصحاب الوصية، ما يجوز. يقول والله أنا ولدي هذا عاقب بحرمه من الميراث، ربما يتوب ولدك هذا بعد موتك ويصبح أبر بك من أولادك اللي كانوا أحياء، اللي كانوا بارين بك في حياتك. وما أدراك، حتى لو كان ولدك عاق ما يجوز تقول أحرمك من الميراث، شرعا ما يجوز، هذا حق له. وكم عرفنا من أشخاص كانوا عاقين لأبائهم وبعد وفاة الأب والله صاروا أكثر برا به بعد موته من أولاده الآخرين، بنوا له المساجد وكفلوا له الأيتام وحجوا وتصدقوا واعتمروا ودعوا له وزاروا قبره، وأولئك الآخرون ما التفتوا إليه، لكن ما يعلم الغيب. فالله تعالى يقول هنا اللي يخاف من موصي جنفا أو إثما، فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. يعني واحد جاءك وقال لك يا أخي أنا أبي كتب الوصية وأظنه لما كتبها يعني تعمد أن يضرنا. أنا قبل فترة في شخص جاء إلى أحد المشايخ يعني من الأصدقاء، جاءه شخص كبير في السن وقال له أنا أريد أن أوقف أجعل وقفاً بعض أموالي. قال له طيب جزاك الله خير، وقال وأريدك أن تصبح ناظراً عليها. قال طيب نسجلها في المحكمة وأنا أكون من ضمن النظار. قال طيب أنا سأذهب بك تشوفها. وذهب به هذا الشايب الكبير، ذهب بالشيخ وقال هذه العمارة ها تراها وقف من الآن، الصك موجود وأعطيك وكالة وتخلص الموضوع، وهنا أيضا أملك عمارة أخرى وترى هذه وقف. فقال طيب أنت بقى عندك شيء آخر؟ قال ما هو بشغلك، بقى عندي ولا ما بقى؟ قال كيف ما هو بشغلي، أنا الآن ناظر أوقافك. لا قال أنت أنا ما قلت لك. فقال الشيخ الكبير قال أنا ما قلت لك احسب أموالي كم، أقول لك عندي أشياء أريد أني أوقفها، وأريد أوقفها الآن، لا أريد أكتبها وصية، أريد أوقفها الآن. فشك صاحبنا في الموضوع، قال طيب تعطيني رقم واحد من عيالك؟ قال لا مالك علاقة بأولادي. قال له خلاص إن شاء الله بكرة أو بعدها أنا أمر عليك وأشوف الموضوع. ثم ذهب وبحث حتى استطاع أن يصل إلى أولاده، وإذا عنده أولاد كبار أعمارهم فوق 50 وناس يعني أخيار، صحيح أنهم ليسوا يعني ربما من رواد المساجد لكنهم ناس عقلاء ومصلين يعني. وإذا الأب بينه وبينهم مشكلة، هو كبير في السن وقال لهم زوجوني، أمهم متوفية من فترة، زوجوني، وكأنهم يعني إما ما تحمسوا أو انشغلوا أو كذا يعني، وأنتم تاركيني في البيت لوحدي زوجوني. فلما رآهم غير متفاعلين قال هؤلاء لا ينبغي أن يرثوا هذه الملايين. طيب ماذا يفعل بها؟ هو يعلم أنه إن كتب في الوصية أن هذه الملايين كلها تبرع لن تنفذ الوصية إلا في مقدار إيش؟ الثلث فقط. وبالتالي إذا هو تارك 10 مليون 3 مليون فقط تقريبا اللي بتنفذ فيها الوصية، و7 مليون يتقاسمونها، وما يبغاهم يتقاسمون ولا ريال لأنه زعلان عليهم. فأراد أن يوقف كل شيء في حياته وعقله التام حتى إذا مات قال أولاده والله أبونا ما ترك شيئا، ما ورث، وفعلا يقول ما ورثنا شيئا. يقول فسألت عن أولاده، قالوا أولاده أخيار وطيبين، بس ربما بعضهم مشغول أو ما تحمس معه أو عنده يعني وجهة نظر في زواج الأب ونحوه. فانظر كيف الأب زعلان هذا الزعل، وسيجعل كل أمواله وقفا حتى يذر ذريته فقراء بدل أن يذرهم أغنياء. يقول الله فمن خاف من موص جنفا يعني مجاوز الحق أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. ولذلك صاحبنا هذا راح وأصلح، قال والله ما أتركه، أنت وش اللي مزعلك من عيالك؟ قال أنت ما هو بشغلك. قال بلى هو شغلي. حتى استطاع أن يجمع بينه وبين أولاده، يا أخي زوجوه إذا المشكلة على زواج يريد أحد مرأة معه في البيت ترعاه وتبقى معه، من حقه يا أخي بدل ما يجلس الشايب هكذا في البيت لوحده. فالمقصود أنه حتى الإنسان عند موته
أنت مأمور أن تصلح بينه وبين الأحياء قبل ما يموت، ما تقول خلاص هو ميت انتهينا، لا. فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. أبو بكر رضي الله تعالى عنه لما وقعت حادثة الإفك كان هناك واحد من الصحابة اسمه مصطح ابن أثاثة، هذا هو ابن عمة أبي بكر، وكان فقيرا، وكان أبو بكر هو الذي ينفق عليه، قريبه وفقير فيمشي له راتب شهري ينفق عليه كل شهر، يعطيه كذا وكذا، وإن جاءه طعام أرسل به إليه، يوم قد يرسل إليه مثلا شاة، يرسل إليه ناقة يشرب من لبنها ونحوه، جزاك الله خير. فلما وقعت حادثة الإفك واتهمت أمنا عائشة رضي الله تعالى عنه بما هي منه بريئة، تكلم جمع من الناس فيها، وكان ممن تكلم وروج الخبر السيء المفترى المكذوب على أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها. طبعا عبد الله بن أبي بن سلول هذا رأس الذي تولى كبره منهم، لكن في ناس صغار حركوا الموضوع ونشروه وتحدثوا به، من ضمنهم مصطح بن أثاثة، تخيل، وهذه بنت خاله يعني أو بنت عمه، وبنت الرجل اللي ينفق عليك. وأبو بكر ساكت لمدة شهر كامل حتى أنزل الله تعالى الآيات، آيات الإفك: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، والذي تولى، الآيات التسع أو العشر اللي في أول سورة النور. ثم دعا النبي عليه الصلاة والسلام الذين افتروا وقذفوا عائشة وجلدهم جلد القذف، والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم كم؟ 80 جلدة، جلدهم النبي صلى الله عليه وسلم 80، من ضمنهم مصطح. فلما علم أبو بكر أن مصطحا من ضمن اللي يتكلمون على بنتي وأنا اللي أنفق عليه وأحسن إليه وفي الأخير تكافئني بهذا، قال أبو بكر: أقسم بالله لا أنفق عليك بعد اليوم أبدا. فأصلح الله بينهما بآيات وقال: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمجاهدين، ثم قال: وليعفوا وليصفحوا، معليش سامحه، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ فقال أبو بكر: لكني أقسمت، أنا حلفت. فقال الله تعالى في آية أخرى: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس، يعني لا تجعل يمينك تمنعك من أن تصطلح مع أخيك، لا تجعل اليمين معترض بينك وبين الصلح، قدم الصلح وكفر عن يمينك، ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يدع أحدا بينه وبين آخر مشكلة إلا وأصلح النبي عليه الصلاة والسلام بينهما. قيل يوما: يا رسول الله، إن أهل قباء وقع بينهم خلاف. قباء كان حيا خارج المدينة، ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام في كل سبت يذهب إلى قباء، يضرب مشوار من المدينة إلى قباء يصلي فيه ويرجع في كل سبت. فقباء يعتبر خارج المدينة، الآن يعتبر من أحيائها. قيل: يا رسول الله، إن أهل قباء قد اختلفوا حتى تراموا بالحجارة. ما قال النبي عليه الصلاة والسلام: الله يهديهم، الله يصلحهم، يا أبو بكر اذهب وانظر في موضوعهم، لا، قال: قوموا بنا فلنصلح بينهم. وقاموا، ترك شغله وراح يصلح بينهم، وحضرت الصلاة، وأذن بلال، وجاء وقت الإقامة، والنبي صلى الله عليه وسلم ما رجع. فجاء بلال إلى أبي بكر قال: يا أبا بكر أقيم الصلاة، النبي صلى الله عليه وسلم راح القباء ربما صلى هناك، أقيم؟ قال: أقم. فصلى بهم أبو بكر، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم وأدرك بعض الصلاة. شوف كيف ضرب مشوارا لأجل يصلح بين هذا وبين هؤلاء وهؤلاء. والله لولا أنها فضيلة
عظيمة لما توجه النبي صلى الله عليه وسلم إليها. ويوم من الأيام أيضا دخل النبي عليه الصلاة والسلام على بيت ابنته فاطمة في القائلة، يعني في شدة الحر قبل الزوال، هم كانوا يقيلون القيلولة قبل الزوال قبل أذان الظهر، وذلك لأنهم من بعد الفجر يواصلون، من بعد صلاة الفجر هذا يخرج إلى مزرعته، هذا يخرج إلى رعي غنمه، فإذا اقترب الظهر بقي عليه مثلا ساعة واشتد الحر توجهوا إلى بيوتهم وناموا وصلوا بعد ذلك الظهر، هكذا طبيعتهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام في وقت القائلة ذهب إلى بيت ابنته فاطمة وطرق عليها الباب ودخل، فلم يرى عليا، وكان هذا الوقت وقت يعني الناس ما يخرجون فيه من البيت غالبا، مثل أنت مثلا لو يعني يوم من الأيام طرقت الباب على بيت ابنتك ساعة مثلا واحدة في الليل لأي ظرف يعني، ثم لم تجد زوجها، في الغالب ستسأل تقول أين فلان، يعني غريب، إما أن يكون مسافر، إما أن يكون مثلا له زوجة أخرى، غريب، المفترض في هالوقت يكون في البيت يعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم جاء في الوقت اللي الناس يأوون إلى بيوتهم عادة، وهذا بالمناسبة ترى ليس فقط عند العرب، هذا من القديم معروف. يقول الله تعالى عن موسى عليه السلام ودخل المدينة على حين إيش غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه، الآيات، قالوا إن موسى عليه السلام خرج قبل الظهر يمشي في طرقات مصر فوجد الرجلين الذين يقتتلان، لأن على حين غفلة يعني الناس أووا إلى بيوتهم، خلاص صياد السمك رجع إلى بيته والمزارع رجع إلى بيته. فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على فاطمة قال لها أين ابن عمك؟ قالت وقع بيني وبينه شيء فغاضبني وخرج، صار بيني وبينه مشكلة وطلع. هذا يدلك ترى وقوع المشاكل أمر عادي بين الزوجين، ما هما صحابة وقع بينهم هذا. قالت كان بيني وبينه شيء فغاضبني وخرج، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لإنسان معه، واحد من الصحابة جاي معه، خرج إليه وقال اذهب وانظر أين علي. فذهب الصحابي ونظر، قال يا رسول الله هو في المسجد، فخرج النبي عليه الصلاة والسلام وقال انظر لي أين هو في المسجد، المسجد كبير وربما في المسجد أكثر من واحد نائم أو كذا. فأقبل وقال يا رسول الله هو في الجهة الفلانية، فأقبل النبي عليه الصلاة والسلام وإذا علي رضي الله عنه قد اضطجع، وكانوا يلبسون إزارا ورداء كلباس الإحرام، وإذا هو قد اضطجع وسقط الرداء عن جنبه والتصق كتفه بالتراب. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لما رآه طبعا وهو نايم انقلب يمين ويسار والتراب ملتصق هنا وهنا، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام قم يا أبا إيش تراب، قم يا أبا تراب. فقام علي رضي الله عنه وأخذه النبي صلى الله عليه وسلم رجعه لبيته، ما قال له النبي صلى الله عليه وسلم يعني كيف تغاضب ابنتي وهي سيدة نساء أهل الجنة وهي بنت رسول الله عليه الصلاة والسلام، كيف تجرؤ أنك تغاضبها، لا يبقى هذه زوجة وهذا زوج. فحرص عليه الصلاة والسلام أن يصلح بين ابنته وبين زوجها، ولذلك من أفضل ما تصنعه أنك تصلح بين زوجين، لأن أعظم مشكلة تقع بين اثنين اللي بين الزوجين، سوى ما يكون بين الأب وولده هذه أعظم. النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن الشيطان يضع عرشه على الماء ويبعث سراياه ليفسدوا في الأرض، فأعظمهم عنده مكانة أعظمهم إفسادا. يأتي واحد يقول ما تركت فلانا حتى نام عن الصلاة، نوع من الإفساد، ما تركت فلانا حتى سرق، ما تركت فلانا حتى لعن وسب، ما تركت فلانا حتى كذا. فيأتيه أحدهم ويقول ما تركت فلانا حتى فرقت بينه وبين امرأته، فيقول له الشيطان أنت ثم يلبسه التاج.
فلأن هذه أعظم شيء يفرح به الشيطان، اعلم أن أعظم شيء ترضي به الله تعالى في الإصلاح بين الناس أنك تصلح بين المرأة وزوجها. وأحيانا والله يا جماعة يكون هذا بمكالمة تلفونية بس. أحيانا بعض الزوجات تغاضب زوجها وتطلع لبيتهم، ثم يقول هو هي طلعت برضاها والله ما أتصل بها قل تعالي، وهي تتمنى حفظا لماء وجهها بس لو يرسل رسالة يقول تعالي، بس رسالة، ومع ذلك لا يفعل، ومع ذلك لا يفعل. ما الأجر العظيم لو جاء شخص وأقنعه يا فلان ما يضرك، هذه أم عيالك، وادحر الشيطان، ويعطيه من هذا الكلام الحسن حتى يتصل أو يرسل رسالة يقول عفى الله عما سلف وبيتك ينتظرك، كلها 4-5 كلمات، وهي تنتظر بس ريحة عشان ترجع، تنتظر أي سبب تحفظ به ماء وجهها. أي أجر أعظم من أجر الشخص اللي بيأتي ويصلح بينهم؟ ولذلك أحرص دائما إذا علمت أن بين فلان وبين زوجته مشكلة، أحرص قدر المستطاع أنك تصلح بينه. وبنتكلم بعد شوي كيف تصلح، لأن أحيانا بعض الناس يعني رام نفعا فضر من غير قصد، ومن البر ما يكون عقوقا، بعض الناس يكحلها ويعميها، لازم يكون في أسلوب أيضا لهذا الإصلاح. عائشة رضي الله تعالى عنها كانت بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام لا يأتي إليها شيء من المال إلا أنفقته، ما يكاد أن تمسك شيئا، فأرسل إليها معاوية رضي الله تعالى عنه لما تولى الخلافة في الشام وصار خليفة المسلمين، أرسل إليها 100,000، فقالت يا جارية، قالت نعم، قالت قد كلفنا معاوية ما لا نطيق، أعطيني خرق، فجاءت إليها بخرق، صارت تمزق من الخرقة وتأخذ منها المال وتضع وتربطها، ابعثي بها إلى آل فلان، إلى الأيتام كذا، حتى أذن المغرب فقالت هاتي الإفطار، قالت الجارية لو تركت لنا شيئا من المال نأكل به لحما، نشتري به لحم، قالت لو ذكرتني لفعلت، والله نسيت. فلما علم عبد الله بن الزبير، هو ابن أسماء بنت أبي بكر، عائشة خالته، علم بهالإنفاق الشديد، قال لتنتهين عائشة أو لأحجرن عليها، يعني كما يحجر على الإنسان الذي لا يحسن التصرف في ماله يأتي يصير في ولي عليه، والله إذا عائشة ما تنضبط في إنفاقها للمال لأحجرن عليها. فبلغ هذا الكلام عائشة، قالت يحجر علي؟ يعني كيف يعني ساواني بالسفيه الذي يحجر عليه ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، أنا سفيهة؟ اللهم إن لك علي نذرا ألا أكلمه أبدا. صار عبد الله بن الزبير كل ما جاء يسلم على خالته زوجة النبي عليه الصلاة والسلام ما تفتح الباب، إن ذهب إليها في أي موطن ما التفتت إليه، فطال بينهما الهجران، واشتد على عبد الله بن الزبير ذلك، وقال يا ليتني ما قلت هالكلمة، لكن وقت غضب، واشتد عليه الأمر، فذهب إلى رجلين صالحين من التابعين، يعني ولد بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام لكنهم علماء يعتبرون، يعني المسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث، قال أنتما عالمان ومحدثان، وعائشة تعرفكما، ودائما يأتيان إلى عائشة ويسألانها وتجيبهما. عائشة كانت عالمة، تجلس خلف الستار والناس يسألون وتجاوبهم من وراء الستارة، فتعالى فأدخلاني عليها، قال نعم، فأخذا به وطرق الباب على عائشة واستأذنا، وعائشة عندها الجارية وعندها، فدخلت عائشة خلف الستار، البيت غرفة واحدة وفيه ستارة، المرأة تجلس وراء، دخلت خلف الستار يمكن عندهم مسائل، أجاوبهم يطلعون، وكانت عائشة قد كبر سنها، فقال ندخل، قالت ادخلوا،
قالوا كلنا، قالت كلكم، يقصدون ابن الزبير معنا، ولا أخبروها. فدخلوا الغرفة، قال السلام عليكم يا أم المؤمنين، قالت عليكم السلام، وهي خلف الستار. فدخل عبد الله بن الزبير وراء الستار، هو محرم ابن أختها خالته، وانطرح على رأسها يقبلها ويبكي وهي لا ترد عليه. فأخذ يبكي، وعبد الله بن الزبير بالمناسبة ترى قائد عظيم ورجل له بأس شديد. هذا عبد الله بن الزبير كان يحضر المعارك وهو عمره 10 سنوات، كان أبوه يركبه وراءه ويدخله المعركة، والولد متعلق في الأب، والأب يقاتل والولد يشوف الدم حوله، يعني رجل بأس الشديد. وجعل يقبلها ويبكي وهما يحدثانها، هو يبكي عندها ويرجوها، وهم يعطونها أحاديث حفظوها منها. قال يا أم المؤمنين، قد علمت ما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الهجران، وأن المسلم لا يحل له أن يهجر أخاه فوق 3، كيف أنت هاجرتها السنين هالأيام كلها وتعلمين بك؟ وجعل يحدثان وهي تبكي. قالت لكن النذر شديد، النذر شديد، أنا نذرت. قال قد جعل الله لك مخرجا، كفري نذرك. فرضيت، رضيت عنه، وأعتقت لنذرها ذاك 40 رقبة، ويكفي رقبة واحدة، أعتقت 40 رقبة. شوف الحرص على الإصلاح بين الناس كيف تكون فضيلته. طبعا عند الإصلاح بين الناس هناك آداب، أبعطيكم إياها في هالعشر دقائق بسرعة. أول شيء جواز الكذب، أن تعلم من بين أختك وبين زوجها مشكلة، وهي تقول ما يحترمني ولا يحبني ولا إلى آخره، فجئت أنت وقلت ترى أنا سامعة قبل أمس في المجلس يثني عليك، وقال لي واحد من أصحابه أنه يحبك وأنه مشتاق إليك وأنه كذا، بس إبليس دخل بينكم. أنت لما تقول لها هذا الكلام المصنوع، هي لما كانت تبغضه وزعلانة 100%، هذا الكلام يبدأ يكسر، ينزل إلى 70%، 60%، 50%، أليس كذلك؟ أنت لو تقول لفلان أنا ما أبغى أكلم فلان ولا ليش، تقول والله يا أخي تزوج ابنه وأنا جاره ولا عزمني، دليل أنه يستهين بي وأنه لا يريدني أن أحضر ولا أسوى عند الشيء. فقلت لا 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 لا، ترى عاد أنا أسمع دائما يثني عليك ويقول عندي جاري فلان كذا وكذا فهذا الشخص الذي تقول له هذا الكلام، بدل ما كان غضبان 100% ينزل الغضب قليلا. هذا في جواز الكذب للإصلاح بين الناس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا، يعني الذي يصلح بينهم حتى لو كذب في شيء من هذا. طبعا الإصلاح بين الناس ليست القضية أنك تذهب تصلح، القضية على أسلوب النصيحة. ترى ليست القضية أنك تقول والله أنا عندي معلومات وعندي، لا، القضية ما هو الأسلوب، أنك تعرف المدخل اللي تدخل منه على النصيحة. ذكروا قالوا كان فيه ناس أرادوا أن يبحروا بسفينة، فتعطل محرك السفينة، محرك كبير جدا تعطل، فنادوا المهندسين ونادوا واشتغلوا وصلحوا ما تحرك أبدا. فذكر لهم شيخ كبير ميكانيكي، لا مهندس ولا شيء، عنده خبرة شوي. قالوا طيب إذا المهندسين ما صلحوا، قالوا طيب جيبوا الميكانيكي. فجاءوا بالميكانيكي، فجاء معه شنطة صغيرة، والمهندسين يجيبون أجهزة. قال وين المحرك؟ قالوا المحرك هنا. فجاء ودخل الغرفة وجلس يمكن نصف ساعة يدور وينظر يمين، ما حرك شيء، يتأمل يمين يسار من تحت من فوق، وهم يرقبونه المهندسين الكبار يرقبونه. ثم راح لشنطته وفتحها، وإذا فيها مفكين ومطرقة، طلع مطرقة صغيرة ودخل يده بين المحرك، هذا فيه مواصير، ودخل يده بينها وضرب له برغي
ضربتين ثلاث طق وشغل واشتغل المحرك. قالوا لا إله إلا الله. صلحته؟ قال صلحته. قالوا كم حسابك؟ قال 10,000. قالوا إيش أنت ماذا فعلت؟ 10,000. قال 10,000. قالوا عطنا فاتورة، عطنا فاتورة يعني حتى نرفعها المحاسبة وبين فيها إيش استعملت، إيش التكاليف، إيش إن كانك استعملت برغي، حطيت قطع غيار. فكتب لهم فاتورة قال قيمة ضربتي بالمطرقة، المطرقة قيمتها 2,998 ريال قيمة خبرتي، أني أنا عرفت أن المشكلة في هذا البرغي. فهي القضية ترى ليست القضية أنك تضرب البرغي، القضية أي برغي اللي يضرب، ما هو الكلام، ما هو المدخل لتصلح بين هذا وهذا، هنا القضية. أنت كيف تقدر أنك تصلح بينهم؟ أول شيء أنه يجوز الإصلاح، يجوز الكذب في الإصلاح. الأمر الثاني كن مبادرا للإصلاح، لا تنتظر تقول لك أختك تجي تصلح بيني وبين زوجي، أو صاحبك يقول لك تعال اصلح بيني وبين أمي أو بيني وبين أبي، أو جارك يقول لك تعال. لا، أنت إذا علمت بين أحد وبين أحد مشكلة أنت اللي أركض وأصلح بينهما. اغنم الأجر، اغنم الأجر قبل ما يغنمه غيرك، اغنم الثواب، بادر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قيل يا رسول الله إن أهل قباء بينهم شيء، قال قوموا بنا نصلح بينهم. ما قال طيب هم أرسلوا لكم طلبوا منكم الإصلاح قالوا لكم شيء، لا، قال قوموا بنا. أنت أيها الأخ الكريم وأيتها الأخت احرص أنك إذا علمت أن في مشكلة تقول أنا لها، الله يجعل يعني نهاية المشكلة على يدي. بينها المدير وبين مدرس مشكلة، إن شاء الله أني بصلح بينهم. بين الأم وبين ابنتها مشكلة، إن شاء الله أني بصلح بينهم. أروح أكلم إمام المسجد إذا كان لا يقبل مني، والله أنا بتصل بفلان يصلح بينهم كذا وكذا. احرص على أنك تبادر، هذه النقطة الثانية. الثالث، الله تعالى يقول لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح. ابدأ أول شيء بتفكيك الحزمة، لما تصير الحزمة فيها 20 عود لا تكسرها، فكك واكسر كل عود لوحده. أول شيء تعال عند صاحب المشكلة، عند الأب، يا أخي ترى ابنك ما يجوز أنك تقاطعه، ابنك هذا يعني ربما تركك وأفسد الشيطان، اقعد أعطه من هذا الكلام. ثم اذهب الابن وكلمه لوحده، لأنك إذا كلمتهما مع بعض ربما حضر الشيطان بينهما، لكن لما تفكك الحزمة عند هذا وتفكك الحزمة عند هذا أنت بهذا تصلح. لذلك الله تعالى قال لا خير في كثير من نجواهم، المناجات، ثم قال أو إصلاح بين الناس، لأن الإصلاح يحتاج إلى مناجات بينك وبين صاحب المشكلة. منها أيضا الرفع من قيمة المتخاصمين. تقول يا أخي أنت رجل عاقل ويعني وأنت أكبر من أنك يعني تختلف مع زوجتك وأن عندكم عيال، واللي يعرف يا فلان أنك إنسان طيب وخلوق وكريم مع الناس، يا أخي أنت تعفو عن الناس البعيدين، كيف ما تعفو عن زوجتك ونحوه؟ ارفع من قيمته، حسسه أنه ما يليق به أن يحدث مشكلة، ترى هذا أسلوب مقنع للآخرين. كذلك التدرج في عرض الصلح، لما يقول لك مثلا أنا بطلقها، ليش تطلقها؟ بطلقها وتزوج غيرها. طيب يا أخي تزوج غيرها من غير ما تطلقها، ممكن تزوج غيرها وتبقى في ذمتك. قال لك ما أبغى أدخل بيتها أبدا، لا تدخل بيتها ولا تشوفها، تعال سلم على عيالك. هذا إيش اسمه يا جماعة؟ إيش؟ تدرج. هو ما يريد يشوف زوجته، بينه وبينه مشكلة كبيرة، لا تشوفها يا أخي ولا تنام معها ولا تدخل غرفتها، تعال سلم على عيالك بس. هو لما يدخل البيت مرة مرتين يتدرج تبدأ المشكلة تذوب. واحد بينه وبين أبيه مشكلة، أبو يسوى كذا ولا اشترى لي ولا صلح لي ولا، طيب تعال ادخل البيت بس سلم على أمك لا تسلم على أبيك، أنت صار لك سنة ما تأتي لأمك ولا أبيك، تعال سلم على الأم لا تسلم على الأب. إذا كسر الحاجز النفسي وسلم على الأم ودخل البيت تيسرت الأمور بعد ذلك. كذلك إذا أصلحت بين اثنين تابع الموضوع، ها وش أخبارك مع زوجتك، عسى أموركم إن شاء الله طيبة،
على الأقل أسبوع أسبوعين. ممكن يقول لك لا لا أمس غاضبتني مرة ثانية. يا رجال اذكر الله وانسى الموضوع، حاول أنك تتابع لحل النزاع. كذلك التصور الواضح للمشكلة، بعض الناس أحيانا يستعجل في موضوع وهو ما يدري إيش المشكلة أصلا. افهم الموضوع من الاثنين قبل أن تقضي في القضية بينهما، أنت في الحقيقة قاضي. كذلك اختيار الوقت المناسب للصلح، ما تأتي وهو تعبان جاي من الشغل، ولا هو غضبان، ولا ميت ولده أمس، ولا ميت أبوه تقول تعال بصلح بينك وبين زوجتك. لا، اختر الوقت المناسب حتى فعلا الصلح يؤتي ثماره. كذلك المكان الذي يعقد فيه الاجتماع للصلح يكون مكانا مناسبا. كذلك المحافظة على آداب المجلس، يعني ما تخلي أحد يصرخ على الثاني، يسبه، يلعنه. اذكروا الله يا جماعة، وإحنا ترى اجتمعنا نصلح، ما اجتمعنا نتهاوش، وكل واحد يحفظ لسانه، وإحنا الحين في محضر خير ونحوه. لأنك لو سمحت لهم كل واحد يقول للثاني الله كذا إلا أنت اللي كذا، يمكن زادت المشكلة وتفرقوا. لكن حرصك على أنك تصلح هذا مهم. وأذكر مرة جمعت مجموعة عندي للصلح وبينهم مشكلة يعني وجمعتهم، فتناقش اثنان منهم، هم أربعة لوحدهم وأربعة لوحدهم تقريبا يعني فريقين، فتناقش رأس هؤلاء ورأس هؤلاء، وبدوا صراخ وهواش، وأنا أقول يا جماعة اذكروا الله، والله ولا التفتوا إلي، يا جماعة اذكروا الله، يا جماعة احنا جينا. فغضب أحدهما وأراد الخروج. أنا ما همني يطلع، بس المشكلة العشاء من بياكله إذا طلعوا؟ ذابح ذبيحة وبتورط بها أنا. والله العظيم لقد الذبيحة كذا. فجيت وقفت عند الباب، قال بطلع، قلت والله ما تطلع، وأقفل الباب. إي والله، وأخذ رأسه وقبل رأسه، يعني مع أنه أصغر مني سنا، وقبلت رأسه أرجوك عشاني عشاني عشان أجلس. قال ما تسمع وش يقول هذا؟ قلت اذكر الله يا رجال، اقعد، والله ما تمشي إلا متعشي، هذه كرامتكم، اقعد. حتى يسر الله وهدأوا. فأنت حافظ على آداب المجلس عند الصلح، لا تسمح لهم بالسباب واللعان، لأنك إذا واحد سب الثاني وأنت يا المصلح ساكت هذا بينتقم لنفسه. لكن إذا لاحظ أنك تقول اذكر الله، طهروا مجلسنا عن هالكلام، ارفعوا المجلس عن الكلام اللي ما يليق، تجده خلاص يرضى، يقول خلاص المصلح رد عني. كذلك أحيانا بعض أنواع الصلح تحتاج إلى كتابة، مختلفين على أمر مالي، إخوة مثلا ورثة مختلفين على شيء، زوج وزوجته، وقالت الزوجة بس أنا أشترط عليه كذا كذا كذا، احرص تكتب هذا، الكتابة مهمة. قل طيب خلاص نكتب الكلام، خلاص يا فلان أنتم اختلفت، أنت وأخوك على الأرض التي مات أبوك وورثتموها، خلاص اتفقتوا إيش؟ إن لك الثلثين وله الثلث، خلصنا، لأنه أبوك أعطاه حال حياته إلى آخره، اتفقنا، يلا بسم الله، واكتب الكلام وشهد شهود، لأن بكرة ممكن يختلفون ويقول أحدهما أنا ما قلت كذا. لا يا حبيبي أنت قلت، شوف الورقة. هذا مهم، في بعض الأمور مهم الكتابة. أما الأمور العادية، واحد متهاوش مع أمه مع أخيه، هذه ما يحتاج كتابة. لكن الأشياء اللي فيها حقوق، اللي فيها حقوق، احرص على أن يكون فيها كتابة. أنت مثل القاضي الآن بينهما. كذلك ألا تسمح لغير أطراف الخصومة أن يحضروا. يجيك مثلا واحد مختلف مع أخيه على مال، يجيب هذا مع صديقه وهذا صديقه، تقول رجاء الأصدقاء يطلعون، إحنا نبغى أصحاب المشكلة الأصليين، لأن قد يتدخل أحيانا أشخاص لا علاقة لهم ويفسدون بينكم أكثر وأكثر. هذه هو الإخوة والأخوات فضائل الصلح بين الناس وجمع القلوب، وهنيئا والله لمن حرص على أن يحوز هذه الفضيلة. أسأل الله تعالى أن ينفعني وإياكم بما سمعنا، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم إنا نسألك عيش السعداء وموت الشهداء والحشر مع الأتقياء ومرافقة الأنبياء، ونعوذ بك ربنا من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نسألك من الخير كله ونعوذ بك من الشر كله يا رب العالمين.
اللهم إنا نسألك أن لا تدع من بيننا ولا من أحبابنا مريضا إلا شفيته، ولا عقيما إلا ذرية صالحة رزقته، ولا تدع من بيننا فقيرا إلا أغنيته، ولا من عليه دين إلا يسرت له قضاء دينه، ولا من له أحباب وأصحاب إلا جمعت شمله معهم. يا رب العالمين، يا ذا الجلال والإكرام، اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا، اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا، اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا. يا رب العالمين، يا ذا الجلال والإكرام، اللهم وفق ولاة أمرنا لكل خير، اللهم وفق ولي أمرنا ولي عهده لكل خير، وانفع بهم العباد والبلاد يا حي يا قيوم يا رب العالمين. بارك